دالي انا 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 دالي بلي بلي بهوى الاسمار انا انا والهان. ان ولدت المطربة العراقية بدرية انور عام 1903 في مدينة بغداد، كانت تجمع بين جمال الصوت والوجه الحسن. يا صياد السمك صد لي بنية، عجبي انت حضري وانا بدوية. بدرية هلا خالة، شلونك؟ زين والله يا خالة، كنت مكدرة. مكدرة؟ شو تقدرين خالة؟ شو قدر؟ مكدرة يعني ضايجة، بس من سمع صوتك حيل ارتاحي. أقول بدرية، أنت ليش ما تغني؟ شنو؟ تدرين إذا تغنين راح تقعدين كل المطربات على المصطبات. خالة، خالة هاي جد تحكين، جد تحكين اللي يسمعك أبويا. شغني خالة؟ ليش اللي يغني أحسن مني؟ أقول خالة، أقول أنا أروح أكمل شغلي هسه. آخ آخ، والله حرامات ما ينسمع هذا الصوت. شلون انا ما اعرف، انا عبد الله على هاي الصفحه ما اعرف انا هسه زين انا هالشكل ما اقدر رجلي فيه روماتيز. اخ اخ يا اخ، الف رحمه على روحك يا ام، ان لعبتيني لهاي الافه. واني قبل من ما كان يجيني نوم امي تلولي لي، وانا هسه من يلولي لي؟ اني الولي لك يا با من عيوني. اي بنت الحبيب. اي اني الولي لك. اي طالع علي مو على ذيك، لولي لي. اي لولي لي دللول يا الولد يا ابني دللول. عافيه. دللول يا الولد يا ابني دللول. دللول يا الولد يا ابني دللول. شني هاي؟ شني هاي؟ شني هاي؟ قلت لك لولي مو تغني، عاب الغنى عاب علي من طالعه. أم بدرية، ليش يقوم هي الراد الحكرية؟ أم بدرية، قومي فتح الباب وذكريها بشاشة الكباب لا تنسين. اي حاضر يا أمي. شلونك خالة؟ هلا خالة. شكو؟ شكو؟ تعال أنا أحكي لك شكو. البارحة الليل كله أفكر بيك وبصوتك، وحكيت تشوق رجلي وقال لي إذا تريد أنا أساعدها. رجلك تشوقي؟ إي ليش ما قلت لك؟ مو يشتغل بالملهى، وقال لي إذا توافق أخليها تسجل أسطوانات. هاي جد تحكين خالة؟ ليش أسجل أسطوانات؟ أنا صار لي سنتين ما طالعة من باب البيت، النوم أسجل أسطوانات. إي شكو بيها؟ ما تقولي لي تتدبر وما لك علاقة، بعدين إحنا هاي سنة 20 العالم تغير وصار عالم السرعة. وما دام احنا بعصر السرعة، ليش اخرتي شاشة الكباب يومين يمك؟ ولك هذا الحكي مو حكيك، حكي امك. وامك لو تداري ابوك بقد ما تداري شاشة الكباب والشاي، كان ما مات بالمشهد الجاي. خيرك يا بنت؟ خيرك ما مدري؟ خيرك؟ استمرت جارتها تلح عليها كلش هواية إلى أن وافقت بدرية، لكن وافقت بعد أن والدها مات. خالة شكو شنه الخبر دحجيلي؟ فدوى رحت لك ليش ما قلتيلي؟ خالة شكو شنه الخبر دحجيلي؟ فدوى رحت لك ليش ما قلتي لي؟ خالة تقولي لي صار فدوى، شعلتي لي النار
يا خالة تقولي للصار خالة شكو فدوة تركتيني بنار خالة شكو عيني شكو بدرية هذا العقد اللي بيني وبينك قرار مدير أعمالك تشوفي اي بس انا عندي بنت اريد اضيفها بالعقد اي قولي تأمرين امر انا اغني بالعباية هذا شلون حكي يا جماعة اكو مطربة تغني ملها ولابسة عباية يعني هذا معناتها الملها راح تقعد على الحديدة وتطلع كسر وما حد يدخل لها يحكي يا تشوقي استاذ حشت وياها بس هي مصلة ايش قلت عيني نشوف ملها ثانية بكيفكم يلا امشي لان احنا عندنا موعد ويا صالح الكويتي اي صحيح يلا نحضر لحج اسمه يم العباية حلو عبايتك استاذ صالح الكويتي بنفسه املحن البدرية ليش لا مئة ألف ملها يتمناها لأنه ماكو أحلى من صوتها عيني أنتم ما تطلعون منا إذا ما توقعون العقد أستاذ صالح الكويتي بنفسه املحن البدرية ليش لا مئة ألف ملها يتمناها لأنه ماكو أحلى من صوتها عيني أنتم ما تطلعون منا إذا ما توقعون العقد شركة تسجيل الأسطوانات وسجلت أجمل الأغنيات وصارت من أشهر المطربات جوقي نعم نعم مثل شلون الأمور ماشي عاد العاد انت سبع اسمعني زين اذا توقع العقد ما
بطل مشروب يلوقن الهلبلعوب. اشكرك. يا هلا يا هلا بالمغنية الأولى. عيوني ست بدرية، ترى العقد جاهز وباقي بس على التوقيع. ها؟ اي بس اني لازم ابلغ صاحب ملهى الزهور لانه اكو شرط جزائي بيناتنا. استاذ هذا الشرط الجزائي يقول اذا تعوف الملهى ست بدرية لازم تدفع 100 دينار. هواية لك هذا شقد ملعون. هو 100 دينار؟ 100 دينار ادفعهن ادفعهن وتجين هنا يا امي. ها ايش قلتي؟ ايش بيك؟ 100 دينار. ايه اما بالنسبه للاجور انت كنت تاخذين 10 دنانير يمه، انا ادفع 30 دينار. لا ها لا ايش بيك؟ لا ها ست بدريه جيلها ست بدريه